شيوخ وعشائر وسياسيون في كركوك بالموقف البطولي والدور المحوري لقوات البيشمركة في الدفاع عن كركوك وأهلها دون تمييز، وثمنوا في تصريحات لمراسل فضائية كركوك مساهمة قوات البيشمركة الفعالة في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدين في الوقت ذاته حرص العشائر لديمومة التعايش السلمي في كركوك. يشار خالد تابع الموضوع. أشاد شيوخ العشائر في كركوك بالموقف البطولي والدور المحوري لقوات البيشمركة في الدفاع عن كركوك وأهلها دون تمييز ومساهمتها الفاعلة في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدين في الوقت ذاته حرص العشائر جميعا لديمومة الأخوة والتعايش السلمي في كركوك. باسمي وباسم مديرية شؤون عشائر كركوك ندعم الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك لتأمين أمن والاستقرار والممتلكات الناس في محافظة كركوك، وندعم القوات البيشمركة مترابطين على خط الأمام يدافعون عن محافظة كركوك جميعا، وليس دفاعا عن القومية وحدة ولا مذهب واحد. انسحاب الجيش، وبعد انسحاب الجيش البيشمركة قامت بمكانه، والذي رأيته إنها أدت الواجب كما ينبغي وحافظت على أمن كركوك ومنعت دخول المتفجرات ودخول الذين يريدون الإخلال بالأمن في هذه المحافظة المتآلفة بقومياتها ودياناتها ومذاهبها ومشاربها. قوات البيشمركة مؤدية واجبها حسب ما تقتضي الظروف، وبارك الله بهم ومسعاهم. سياسيون من جانبهم ثمنوا التلاحم والتكاتف التي تعم أجواء كركوك ومكوناتها، مشيدين بدور قوات البيشمركة وحرصها حفظ الاستقرار في المدينة. التعايش الموجود هو الذي حافظ على كركوك وأبناء كركوك بسبب التعاون الموجود بين أبناء كركوك، هذا الأمر مهم جدا، وهو المشجع الذي ساهم في تعزيز هذه العلاقات واستمرت بهذا الشكل. وأيده جميع الأدوار اليوم الموجودة سواء للبيشمركة أو للمواطن الكركوكي هي كلها أدوار مهمة ساهمت في تعزيز هذا الأمن وهذا الاستقرار الموجود. الإشادة الواسعة بقوات البيشمركة ومن جميع الأطراف دليل على عمق التلاحم والتكاتف بين أبناء كركوك والتفافهم حول قوات البيشمركة لحفظ الأمن ودحر الإرهاب. يشار خالد، فضائية كركوك. إلى خانقين، حيث نفذت مديرية بلدية محافظة